السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، سيكون عنوان درسنا لهذا اليوم الوصية، بحيث سنتعرف من خلال هذا الدرس على 6 أو 7 محاور، وهي التعرف على مفهوم الوصية أو معنى الوصية، والاستدلال على مشروعية الوصية، الدليل الشرعي على أن الوصية هي عمل مشروع في الإسلام، وأيضا بيان الحكمة من مشروعية الوصية، ما هي الحكمة المستوحاة من شرعية الوصية، والتفريق بين الهبة والوصية بحيث أنهما متقاربتان في المعنى وفي المحتوى، ولكن مختلفتان في طبيعة التطبيق، وتوضيح مبطلات الوصية، متى تبطل الوصية وما هي مبطلات هذه الوصية، وأيضا الحرص على الوصية في حياة المؤمن أو في حياة المسلم، وهي من الأمور التي تندرج تحت أي عنوان الحكمة من مشروعية الوصية. إذا الوصية في الإسلام كما هو مبين أمامنا هي أن يتبرع الإنسان بجزء من أمواله أو ممتلكاته أثناء حياته، على أن ينفذ هذا التبرع بعد وفاته، بمعنى أن الوصية هي عبارة عن تبرع من الشخص قبل وفاته، ولكن هذا التبرع يطبق بعد وفاة الشخص، وإنما يقوم بالتبرع هذا ليكتب وليسجل بأن هذه الوصية هي من الشخص فلان إلى الشخص فلان، ولكن تنفذ بعد وفاة الشخص. وهذا هو الفرق ما بين الوصية والهبة، الوصية تنفذ بعد وفاة الشخص، بينما الهبة تنفذ خلال حياة الشخص، وكلتاهما بمعنى التبرع، الوصية والهبة كلتاهما تبرع الإنسان بجزء من أمواله أو ممتلكاته أثناء حياته طبعا، ولكن الوصية تنفذ وتطبق بعد وفاة الشخص الموصى أو الموصي، بينما الهبة تنفذ خلال حياة الشخص الذي وهب هذه الهبة. هذا بالنسبة لمعنى الوصية. مرة أخرى هي أن يتبرع الإنسان بجزء من أمواله أو ممتلكاته أثناء حياته، بحيث أنه يقوم بكتابة هذا الشيء أو هذه الوصية لشخص معين أو لجهة معينة، يقوم بكتابتها لتثبيت هذه الوصية بأنها ستكون هذه وصية للشخص فلان بعد وفاته، تمام، على أن ينفذ هذا التبرع بعد وفاة الشخص الموصي، يتم تنفيذ هذا التبرع بعد وفاة الشخص الموصي. مثال أن يوصي والد مثلا لأحد أحفاده بهبة أو بجزء من ماله خلال حياة هذا الإنسان خلال حي وحياة هذا الإنسان، أو أن يوصي لوالده أو لأحد أحفاده بأن يوصي له بمبلغ معين من المال، وهذا المبلغ يعطى لهذا الغلام بعد وفاة هذا الإنسان الموصي. والفرق بينها وبين الهبة، مع أن كليهما في معنى التبرع كما قلنا، الهبة والوصية تحملان معنى التبرع، ولكن الهبة تمليك للمال حال الحياة، الهبة يمتلك أو يملك فيها الإنسان لماله وهو على قيد الحياة، بينما الوصية تمليك له بعد الموت. هذا هو الفرق الرئيسي ما بين الوصية والهبة، الوصية تمليك بعد الموت، بينما الهبة هي تمليك خلال حياة الإنسان. هذا هو معنى الوصية. بينما دليل مشروعية الوصية، من أين جاءت مشروعية هذه الوصية؟ من القرآن والسنة طبعا، حيث دل على مشروعية الوصية وجوازها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى
عدل، هنا الآية تبين على وجود الوصية في الإسلام، وتبين أنه لها شروط ولها أعمال يجب القيام فيها حتى تنفذ هذه الوصية. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندها، أي أن وصيته ستكتب له وستكون عنده في حال تمت شروط هذه الوصية. وهنا المفروض أن نعرفه بأن الوصية هي أمر مشروع في الإسلام، ولكن بشروط سنتعرف عليها فيما بعد، ولكنها هي أمر مشروع في القرآن وفي السنة. الحكمة من مشروعية هذه الوصية، لماذا شرعت الوصية في الإسلام، وما الهدف من مشروعية هذه الوصية؟ كما هو مبين يقول: قد يغفل الإنسان في حياته عن فعل الخيرات وأعمال الصالحات، فمن رحمة الله به أن شرع له الوصية ليتدارك ما قصر فيه وفرط به من أعمال البر، بأن يوصي بجزء من ماله صلة لأقاربه وأرحامه الفقراء غير الوارثين. غير الوارثين، هاي نقطة مهمة، بأن يوصي بجزء من ماله صلة لأقاربه وأرحامه الفقراء غير الوارثين، لأنه في حال كان الإنسان وارث فإنه لا تصح له الوصية، لأنه بطبيعة الحال إنسان وارث وله مما ملك الميت. وسدا لخلة المحتاجين من أبناء المسلمين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الحكمة من مشروعية هذه الوصية هي زيادة أجر المسلم وزيادة في العمل الصالح للمسلم بعد وفاته، حتى لا ينقطع عمله ولا ينقطع عليه الأجر والثواب، وفيها تقرب لله سبحانه وتعالى. في حال إنسان، قد يغفل الإنسان كما هو بين إنسان، ممكن أن يغفل عن عمل الصالحات، ممكن أن ينشغل عن عمل الصالحات، فهذه فيها جزء من استمرار أجر الإنسان بعد موته بأن يقوم بعمل وصية يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هي تسهيل وتهوين على المؤمن وعلى المسلم حتى ينال الأجر والثواب، وهذه هي الحكمة من مشروعية الوصية، لما فيها من منفعة للإنسان وأجر وثواب يعود عليه حتى بعد وفاته. وبالتالي يقوم هذا الإنسان بأن يوصي بجزء من ماله صلة لأقاربه وأرحامه كما قلنا غير الوارثين، وأيضا يقوم بسد خلة المحتاجين، الخلل الموجود عند المحتاجين من أبناء المسلمين، ويتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فيها مساعدة للمحتاجين وأيضا مساعدة للأرحام والفقراء، هذه هي الحكمة من مشروعية الوصية. أما بالنسبة للحكم الشرعي، هناك عدة أحكام شرعية باختلاف الحالات التي تتم الوصية من خلالها. أول حكم، أو تعتري الوصية الأحكام الشرعية الآتية: الحكم الأول هو الوجوب، تكون الوصية واجب وفرض على المسلم متى؟ كالوصية برد الحقوق والديون. على سبيل المثال، ممكن رجل يقوم بتداين مبلغ معين من رجل آخر ويموت قبل أن يسد هذا الدين، فواجب عليه بأن يوصي بسد الدين إلى الرجل الذي تداين منه. في هذه الحالة تكون الوصية واجب وفرض على الإنسان الموصي. إنسان قام بتداين مبلغ مالي معين من رجل آخر، يجب أن يوصي بأن يرد هذا المبلغ إلى صاحبه. إذا لم يستطع أن يسده إياه خلال وفاته، يجب أن يوصي بأن يتبرع أو بأن يسد هذا المال بعد وفاته. ففي هذه الحالة تكون الوصية واجبة وفرض على المسلم.
أما الاستحباب كالوصية للأقارب المحتاجين غير الوارثين أيضا. هذه الوصية بشكلها العام هي وصية للأقارب المحتاجين غير الوارثين، كالوصية الطبيعية والتي يقوم الناس بممارستها وبالعمل فيها هي مستحبة. الإباحة تكون الوصية مباحة إذا كانت للأغنياء من الأقارب أو الأبعد، يعني في حال إنسان قام بعملها أو تركها فإنه لا ضير في ذلك. إذا كانت للأغنياء من الأقارب أو الأباعد فهي مباحة، لا كره في ذلك في حال كانت للأغنياء أو الأقارب، ولكنها مستحبة ويؤجر عليها الإنسان عندما تكون للمحتاجين والفقراء. أما إذا كانت للأغنياء فلا كره فيها ولا ثواب. أما بالنسبة للتحريم تكون محرمة إذا كانت تعين على فعل معصية معينة، أي وصية أو أي أمر من أمور الدنيا كان فيه معصية لله سبحانه وتعالى فهو محرم. تبرع، هبة، وصية هي محرمة شرعا في حال كانت تعين على فعل معصية، كأن يتبرع المسلم أو كأن يتبرع الرجل مثلا بشيء فيه فائدة ربوية، أو كأن يتبرع بمكان قائم على معصية الله سبحانه وتعالى، هذه الوصية تكون محرمة في هذه الحالة. هذا بالنسبة للحكم الشرعي للوصية أو للأحكام الشرعية للوصية، الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم. طبعا أركان عقد الوصية التي من خلالها سنتعلم أو سنتفق على شروط الوصية، هناك ثلاث أركان أو ثلاثة أركان لعقد الوصية. هي الموصي وهو الشخص الذي يقوم بكتابة الوصية، والموصى له هو الشخص الذي يتلقى هذه الوصية ويأخذ هذه الوصية، أي الشخص الذي يقوم الإنسان الموصي بوصاية هذا الشيء للموصى له. أما الموصى به هو الشيء الذي يتم الوصاية به. الموصي هو الشخص الذي يقوم بكتابة الوصية وهو الشخص صاحب الوصية. أما الموصى له هو الشخص المتلقي للوصية، والموصى به هو الشيء الذي يتم من خلاله أو يتم فيه عقد الوصية، سواء كان مال أو شيء مادي أو منزل، بغض النظر فهو يعتبر يسمى الموصى به. والصيغة وتعني الإيجاب والقبول. الصيغة هي النتيجة المبنية على هذه الوصية سواء بالإيجاب أو القبول. الإيجاب أو القبول هذه هي الصيغة، أي الركن الرابع من أركان الوصية. ولكن الأركان الرئيسية كما قلنا هي الموصي والموصى له والموصى به، هذه هي الأركان الرئيسية، وفي النهاية تأتي الصيغة، صيغة الإيجاب أو القبول. الآن سنتعرف على شروط الوصية، ماذا يشترط لوجود الوصية. طبعا الشروط تنطبق، هناك شروط للموصي وهناك شروط للموصى له وهناك شروط للموصى به، لكل شيء هناك شروط مختلفة عن الآخر كما سنعرف الآن. بحيث أنه من الشروط ما هو متعلق بالموصي، ومنها ما هو متعلق بالموصى له، وأخرى متعلقة بالموصى به، وذلك كما يلي. أولا، شروط الموصي هو أن يكون أهلا للوصية. كيف؟ بأن يكون بالغ عاقل، بالتالي لا تصح الوصية من إنسان صغير أو مجنون، لأن الصغير لا يملك القدرة على أن يوصي بشيء معين وغير مؤهل أول شيء، والمجنون لأنه لا يدرك الأمور التي يوصي بها، لا يدرك ما يملك ولا ما لم يملك، فبالتالي لا تصح هذه الوصية. بالتالي الشرط الأول من شروط الوصية أن يكون إنسان بالغ عاقل قادر على أن يكتب وصية وعلى معرفة ودراية كاملة بما هي الوصية التي سيقوم بكتابتها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مالك للموصى به، فلا تصح وصيته بما
لا يملك، يعني أن يكون مالك للمال الذي يريد أن يكتبه لهذا الإنسان الموصى له، أن يكون ما مثلا مالك للمال أو مالك للمنزل أو مالك للشيء الذي يريد أن يوصي به. فبالتالي إذا كان لا يملك المال فإن وصيته أو وصيته لا تجوز. بالتالي الشرط الثاني هو أن يكون مالك للموصى به، أي للشيء الذي يتم الوصاية عليه، فلا تصح وصيته بما لا يملك. الشرط الثالث وهو أن يكون الموصي مختارا وراضيا، يعني عن قناعة تامة، أن يكون الموصي على قناعة تامة بأنه سيقوم بكتابة هذه الوصية وأنه سيوصي بها لشخص معين، فلا تصح إذا كان مكرها عليها، يعني إذا كان الإشي غصب عنه وصيته لا تصح، لأنها يجب أن تكون هذه الوصية من نفس ومن نية خالصة وصادقة ومطمئنة لإتمام هذه الوصية على أكمل وجه. إذن هذه هي شروط الإنسان الذي يوصي بشيء ما، أن يكون بالغ عاقل وأهل الوصية، وأن يكون مالك للشيء الذي يريد أن يوصي به، وأن يكون مختارا ومطمئنا وعن رغبة ورضا. هذه الشروط الثلاث للإنسان الموصي. أما بالنسبة للإنسان الموصى له، أي الإنسان الذي كما قلنا يستقبل هذه الوصية أو الآخذ للوصية، الشروط: أولا ألا يكون الموصى له جهة معصية، يعني ألا يكون إنسان عاصي لله سبحانه وتعالى، ليش؟ حتى لا يستخدم هذه الوصية في أمر يعصي الله من خلاله، لأن الأصل فيها أن تكون قربة لله عز وجل. أن يوصي مثلا، أن يكون الشخص الموصى له إنسان تقي ومؤمن حتى لا يقوم باستخدام هذه الوصية في معصية الله. إذا الشرط الأول ألا يكون الموصى له جهة معصية. الشرط الثاني ألا يكون أن يكون الموصى له معينا ومعلوما غير مجهول، يعني أن يكون محدد من الإنسان الذي ستقوم بكتابة الوصية له، ومعروف أمام العيان ومعروف للشهود بأن هذا الإنسان هو الذي سيأخذ الوصية. هذا الشرط الثاني، لا يمكن أن تكتب وصية لإنسان غير معروف ولإنسان مجهول، لأن بالتالي لا تصح الوصية، لأن الوصية لا تكون غير معروفة الهوية، فبالتالي لا تصح هذه الوصية. لذلك يجب أن يكون الموصى له معينا ومعلوما للعيان وللشهود. أيضا الشرط الثالث ألا يكون الموصى له وارثا أو قاتلا، لا يمكن أن يكون وارث، لأنه بالوضع الطبيعي قد أخذ ما يملك من الإنسان الذي توفي، أخذ ورثته، أخذ بعض من هذه الورثة، ولا يمكن أن يكون هذا الإنسان الموصى له قاتلا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا وصية لوارث، هذا الإنسان الذي يرث لا يمكن أن تكون له وصية، إلا إذا أجاز الورثة حتى لا يجمع بين حظين، حظ الميراث وحظ الوصية، إلا إذا أجاز الورث، يعني في حال الناس أو الوارثين أجازوا بأن يأخذ هذا الإنسان الوصية يمكن أن تتم الوصية. وبالتالي ولكن في الوضع في الأغلب العام الوصية للوارث لا يمكن أن تكون، بالعادة تكون الإنسان غير الوارث. لماذا؟ حتى ينتفع بها الإنسان ويؤجر عليها. إذا هذه الشروط الثلاثة للإنسان الموصى له: أن لا يكون جهة معصية، وأن يكون معين ومجهول ومعين ومعروف للناس، وأن لا يكون وارث أو قاتل. هذه الشروط الثلاثة الموصى له. أما بالنسبة لشروط الموصى به، هنالك ثلاث شروط أيضا: ألا تزيد عن ثلث التركة، يعني ألا يوصي الإنسان بوصية تزيد عن ثلث ما يملك، عن ثلث ما يملك، هناك حدود الوصية، لأنه إذا أوصى بأكثر من هذا الثلث فلن يكون هناك الورثة الكافية، وسيأخذ هذا الإنسان الموصى له الفئة الأكبر والجزء الأكبر من هذه الورثة، فبالتالي محددة الوصية بثلث التركة فقط لا أكثر. قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث
والثلث كثير، يعني الثلث بالزيادة في قضية الوصية. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أما الشرط الثاني من شروط الموصى به أن يكون مالا أو منفعة مالية. يفضل بأن تكون بأن يكون الموصى به أن يكون مالا أو منفعة مالية. مالا يعني مال بمادة بوضعه الطبيعي، أو منفعة مالية يعني أن يمكن من خلال هذه الوصية أن ينتفع الإنسان ماليا، كدكان أو كمكان كشركة مالية يمكن أن ينتفع الإنسان من خلالها. إذن أن يكون الموصى به مالا أو منفعة مالية. الشرط الثالث أن يكون مملوكا للموصي وموجودا عند موته، أي أن يكون هذا الشيء الذي سيوصي به الإنسان كما قلنا في الشرط الأول لدى الموصي أن يكون مالك الموصى به. أيضا من شروط الموصى به أن يكون مملوك، أن يكون مملوك لهذا المالك، أن يكون مملوكا للموصي وموجودا عند موته، أي أن يكون قد ملكه ويملكه حتى عند موته. في حال لم يكن الإنسان مالك لهذا الشيء قبل موته فإن الوصية أو نعم فإن الوصية لا تصح في هذه الحالة. إذن هذه الشروط الثلاث أيضا للشيء الموصى به: ألا تزيد عن الثلث، وأن يكون به أن يكون الموصى به مال أو منفعة مالية، وأن يكون مملوك للشخص الموصي أي للشخص الذي كتب الوصية. وتبطل الوصية في ثلاث حالات، الوصية تبطل في ثلاث حالات: الحالة الأولى رجوع الموصي عن وصيته، رجوع الموصي عن وصيته. إذن رجوع الموصي عن وصيته لماذا؟ لأنه لا يثبت الحكم بها إلا بعد الموت، فله الرجوع عنها متى شاء. يعني في حال إنسان وصى أو كتب وصية معينة قبل وفاته واستمر على هذه الوصية طوال حياته، ولكن قبل أن يموت تراجع عن هذه الوصية، فإن الوصية تبطل ولا تتم. ولكن في حال بقي ثابت على الوصية لغاية وفاته فإن هذه الوصية تامة وكاملة. إذا رجع الموصي عن وصيته فإن وصيته تبطل في حال هو رجع عنها قبل وفاته. فبالتالي لماذا؟ هنا علل: لأنه لا يثبت الحكم بها، يعني الحكم بالوصية لا يتم إلا بعد الموت، كما قلنا بأن العمل بالوصية يكون بعد وفاة الإنسان الموصي، فله الرجوع عنها متى شاء. هذا الحالة الأولى التي تبطل فيها الوصية. الحالة الثانية إذا كانت لوارث إذ لا وصية له، كما قلنا بأن الإنسان الوارث لا يأخذ الوصية، فبالتالي تبطل الوصية لدى الوارث. الشرط الثالث أو الأمر المبطل الثالث هو هلاك الموصى به قبل موت الموصي. هلاك الموصى به يعني الشيء الذي يعقد عليه الوصية قبل موت الموصي، مثل كمن أوصى بشاة فهلكت لعدم القدرة على تنفيذها. إنسان أوصى مثلا بخيل، بشاة، بشيء معين فهلك أو فنفذ قبل وفاة الموصي، فبالتالي لا يمكن تنفيذ هذه الوصية لأنها بطلت وزالت هذه الوصية، فلا يمكن تنفيذها بفوات محلها. هذه هي الأمور الثلاث التي تبطل الوصية. درس سهل وبسيط وسلس، لا يحتاج إلى الكثير من العناء، وبالتالي أتمنى أن تكونوا قد استسغتوه وتمكنتم منه. لا يبقى عليكم إلا أن تقوموا بقراءته مرة أخرى وتحديد النقاط التي شرحناها، ومن ثم يكون عليكم حل أسئلة هذا الدرس. طلابي الأعزاء، وأستودعكم الله سبحانه وتعالى.